أيام كبيرة وكبيرة أعتصم بحمد الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. يا أبناء قبائلنا وعشائرنا النشامة من حسكة ودير الزور والرقة من أبناء قبيلة البكارة مجبور يصدرون اليوم أعظم الملاحم ضد المحتل الأمريكي وأعوانه قصد واليبكة في الشتادي و47 والعطالة وعجاجة ومركزة من خيام القبائل والعشائر في الجزيرة ودير الزور والرقة أن تقف صفا واحدا ضد المحتل الأمريكي وأعوانه. اليوم شباب البكارة في دير الزور وشرق النهر وأعراض ضد المحتل الأمريكي في الكبر وصعبة وسفير الفوقاني وهناك شهيدين في بيت صعبة دعما لكم. إن أهلكم هم الذين طردوا المستعمر الفرنسي أيام الاحتلال في الأربعينات والتاريخ يعيد نفسه. اليوم أنتم أبناؤهم تطردون المحتل الغازي الأمريكي بواجهة كردية من وطنكم وبير لما يحرون رجالا ما يستعينها العيوب بقبائلنا في المنطقة البكارة وجبور والمحاسن والمشاهدة النشامة وشباب الأشاوس الذين قاومون المحتل في الشدادي نقول لهم اصبروا وصابروا إن الفرج ساعة وتكاتفوا واحد صفوفكم نحن بينكم ومعكم الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا قبيلة البكارة الله فاضل بشير في 19/5/2021 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.